والحقيقة منذ أن وصل قبل 3 أيام نادي النصر إلى أصفهان كانت هناك العديد من التجاوزات سواء بالبصمة في المطار أو حتى تكسير كاميرات التلفزيون السعودي وسحب كذلك عدد من جوالات الكاميرا التي كان يمنعها ويملكها اللاعبين بالنسبة لنادي النصر. عدد من الأساليب والحيثيات والاعتبارات حقيقة تجعل من هذه المباراة لكننا نتمناها كرة قدم. وهنا الآن خلع تبري يحاول جول جول مبكر لذبآهن أصفهان عن طريق محمد غازي. هدف في الدقيقة 30 وين دقيقة في الثانية 30 هدف مبكر في هذه المباراة بالنسبة لذبآهن أصفهان الإيراني الفريق اللي نال بطاقة الصعود عن أولا ويلعب في ملعبه ويتقدم في 30 ثانية فقط عن طريق اللاعب محمد غازي نجح بتسجيل الهدف الأول في المباراة. يعني من بدايتها كان الخطأ دفاعي بالتحديد من اللاعب عمر هوساوي وبعد ذلك أيضا الخطأ تكرر لمحمد غازي اللي مر من ماكين عد غلطات ماكين وأخطاءه المتعددة حقيقة. لكن اليوم دراغان مجبر أخاك لا بطل في هذه المباراة ولا يبدو أنه بطل في هذه المباراة لأن الهدف المبكر جاء لمصلحة ذبآهن أصفهان. الهدوء يا عالمي الهدوء أمام الشباب السعودي في لقاء عربي خليجي خالص ولا كرة كاسترو في 4 دقائق ذبآهن أصفهان. يا نصر يا نصر إيدور كاسترو البرازيلي الذي سجل هدفا في مرمى الهلال هناك ذهابا وأخرجه من البطولة الآسيوية يفعل ذلك الآن هذا البرازيلي وهو يسجل. لاحظ خلع تبري أرسل كرة من ركلة الزاوية بصراحة غريبة يا برناوي غريبة يا عبد الله عنزي كم ممكن تطلع غريبة يا عمر هوساوي وماكين 4 في الدفاع يلتفتون يمنة ويسرة والنصر اليوم لا يبدأ مباراة جيدة على الإطلاق وهي أسوأ بداية يمكن يبدأها النصر. تعرف النصر عادة يبدأ مباراة بمستوى كبير لكن كيف في 4 دقائق ونص وبس نجح الفريق الإيراني بتسجيل هدفين متتاليين عن طريق محمد غازي وكلها ضاعت كانت تعيد على الأقل الأمور إلى نصابها. الكرة عادت من جديد لمصلحة خيري شاهين يرسل لك كرة الثالث لأن بلا رقابة يقول كاسترو بلا رقابة وبلا حراسة وينجح في إنهاء المباراة. انتهت المباراة في الدقيقة 63 البرازيلي ونجم فلامينغو أفاي وساو كيتانو إيغور كاسترو يسجل هدفا ثالثا وثانيا له شخصيا في هذه المباراة. وكنت قلت أن هناك لاعبين يسقطون ما بين قلوب الدفاع والأظهرة إيغور كاسترو سقط ما بين ماكين وعبد الغني ونجح وصلت إلى حسين عبد الغني ترسل بدر مطوع جول جول برافو يا بدران يا سلام يا بدر الله 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 يا الجول وحلاوته. ايوه كذا كان من بدري كان من بدري يا بدر من بدري يا بدر من بدري اهي الكوره وبدر مطوع برافو برافو في غمضة عين في غمضة عين
3-1 يمدي والكرة يحاول من خلالها هجوم ذبهان تصبح خطيرة على دفاع النصر. أي كرة تبدو خطيرة، نعم أي كرة تبدو خطيرة، جول رابع لذبهان أصفهان من مسافة بعيدة، مسافة تصل إلى 35 متر. نجح حقيقة اللاعب خيري شاهين، خيري شاهين يسجل هدف صاروخ لا يصد ولا يرد من عبد الله العنزي. لاحظ الإعادة ولاحظ التسديدة الماضية ولاحظ الكرة تعانق الشباك لحارس المرمى عبد الله العنزي. الكرة من مسافة بعيدة في المقص العلوي في مكان صعب على عبد الله العنزي. الآن أستطيع القول نعم انتهت المباراة، انتهت المباراة. بدر المطوع يعني يلعب لحاله في هذا الفريق.